هو على كل حال هو اليوم الثاني العلمي لجمعية جودة العلاج للمستعملين الجزائريين. الملتقى الأول قمنا به بمدينة وهران، والثاني رانا اليوم فيه بولاية بومرداس. الهدف من مثل هذه اللقاءات هو من أجل التحسيس والتوعية والتكوين، وخاصة تكوين مستخدمي قطاع الصحة من أجل رفع المستوى المهني من جهة، ومن أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن التي تتماشى متطلباته ورغباته. ولنا الشرف أن تحتضن ولاية بومرداس هذا الحدث العلمي، والذي يقتضي بضرورة تحت شعار إسماع أو لنسمع للمرضى، وهذا لأن المرضى هي الحجر الدوار.